رغم ان انا بقالي سنين بربي حمام نفاخ وفرخت اكتر من 500 600 زغلول نفاخ، بس دي اول مره اشوفها في فرد حمام. وطبعا فرد الحمام ده نفاخ ريتش ولون مميز جدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين بخير دايما يا رب. طبعا زي ما شفنا في عنوان الفيديو كده يا جماعة، فعلا انا النهاردة طلع عندي زغلول طفرة، ومن اغرب الطفرات اللي انا شفتها في حياتي. انا ما شفتش في حياتي او ما فرختش في حياتي الطفرة ديت غير هي ديت اول مرة، ده اول زغلول يطلع عندي في الطفرة دي. ده زغلول نفاخ يا جماعة، نتفرج عليه دلوقتي وهنشوف ايه هي الطفرة اللي فيه. الطفرة دي يا جماعة اقسم بالله اول مرة في حياتي تطلع عندي، واقسم بالله اهالي الاب والام نفخات بيور ما فهمش اي حاجة داخل عليهم. الاب نفخ بيور نفخ ريتش، والام نفخ بيور نفخ ريتش، تمام كده. الزغلول طالع ريتش بس فيه طفرة غريبة جدا. انا اول مرة في حياتي افرغ زغلول فيه الطفرة ديت، بس شفتها مرة واحدة في حياتي كلها في سوق الجمعة في السيدة عيشة. شفت فرد حمام في السوق كان فيه نفس الطفرة دي. فعشان ما اطولش عليكم ونخش في الفيديو على طول، تعالوا دلوقتي نشوف الفيديو ونشوف الزغلول دوت ايه الطفره اللي موجوده فيه. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس، ويلا بينا نبدا مع بعض بسم الله. وما تنساش تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده يا جماعه الزغلول اللي هنتكلم عنه النهارده، ويعني زي ما قلت لكم كده من يوم ربيت حمام لحد النهارده الطفره دي اول مره تحصل وتظهر عندي في الحمام النفاخ. طيب اللي حصل بالظبط كده ان الزغلول دوت ابوه وامه نفخات ريتش، تمام. الذكر فرخي والنتاية فرخي، تمام كده. يعني انا الاصول بتاعتهم عندي، يعني الاساس والاهالي والاجداد موجودة عندي، تمام. فطبعا النتاية كانت متجوزة ذكر تاني، والذكر كان متجوز نتاية تانية، وانا فصلتهم عن بعض وقلت اغير لا واجرب دم جديد، فجوزت الذكر ده للنتاية دي. والاتنين يا جماعة مش اخوات ومش من دم واحد، يعني الذكر من سكة والنتاية من سكة تانية خالص، والأهالي والأصول بتاعتهم ما تقربش لبعض نهائي. يعني هي مش طلع حرق دم ولا إيه ولا مشكلة مثلا في الجينات الوراثية ولا الكلام ده، تمام. فده أول عيش ليهم مع بعض، أول عيش ليهم مع بعض، وأول حصى ليهم أحضنه وطلع أول زغلولين. ده الزغلول اللي لفت نظري منهم بالصدفة، وأنا ببص على الحمام لقيت الزغلول طالع بالشكل ده أول ما بدأ إن هو يطلع له ريشة. كمان بص كده على دماغه من ورا، تمام. هي حاول برضو ان انا اوضحها لك. بص دماغه عليها ايه من ورا هنا، ده ريش طالع لفوق، بيتسمى يا جماعة في الحمام دبوس، تمام كده. بيتسمى في غواية الحمام دبوس، يعني بيتقال فرد حمام بدبوس. طبعا دي الطفرة جينية اول مرة تطلع عندي في فرد حمام نفاخ، وزي ما قلت لكم انا يعني من يوم ربيت حمام لحد النهارده ما شفتهاش في حياتي كلها غير مره واحده بس في فرد حمام في سوق الجمعه في السيده عيشه، تمام كده. في سوق الجمعه في السيده عيشه هنا في القاهره شفت واحد معاه فرد حمام نفاخ اصفر في نفس الطفره الجينيه ديت طالع في دبوس على دماغه زي كده، تمام. طبعا الزغلول الوانه مميزه جدا جدا جدا، يعني بص ما شاء الله في كام درجه لون، ما شاء الله اهو في احمر وفي اصفر وفي ابيض وفي اسود وفي سنه كده ايه زرقاء، تمام. برضو من هنا اهو بص الالوان بتاعته من على صدره من على الحصاله، ما شاء الله لونه مميز جدا، يعني زغلول يطلع ريتش من الريتشات الحلوه، تمام كده. وبرضو الشراويل بتاعته شراويل كويسه هي لسه كلها ايه انابيب دم. بص عامل ازاي ما شاء الله شراويل قوي، يعني فرد حمام ما شاء الله يطلع زغلول حلو، يعني يطلع زغلول يطلع فرد حمام كويس. فالزغلول ده ما شاء الله يا جماعه من الزغاليل اللي تطلع جميله يعني، تمام. فالطفرة اللي فيه ديت زي ما قلنا كده دي طفرة جينية، وارد ان هي تحصل في اي نوع حمام، يعني وارد ان انت يكون عندك اي نوع حمام من غير دبوس ومن غير مثلا برنيطة، وتبص تلاقيه طلع عنده برنيطة او دبوس بالشكل ده. فديت طبعا تحلي فرد الحمام، يعني ديت لما تكون طفرة زي كده في فرد حمام تحليه. فاخواتنا اللي بيربوا العصافير، العصافير كان زمان ما فيهاش عصافير فلل، فالفلل يا جماعة اللي طلعت في العصافير طفرة وتم التطوير عليها، يعني الناس اشتغلت عليها وبدأت ان هي تثبتها وتطورها لحد ما بقت عصافير فلل، تمام كده. وكتير جدا من انواع الحمام بداية الصفات بتاعتها او الظهور بتاعها كان طفرة جينية، واشتغل على الطفرة ديت لحد ما بقت صفة ثابتة في فرد الحمام. فرد الحمام دوت ما شاء الله او الزغلول دوت طلع فيه الدبوس، ودبوس ما شاء الله يعني لسه هيكبر وهيتقل. بص عامل ازاي لسه هيكبر وهيتقل، والريش ده ايه هيزيد وهيعلى كده لفوق،
تمام. فقول لي كده رايك في التعليقات، ايه رايك في الطفره ديت، وهل شايف ان هي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ ولو انت طلع عندك فرد حمام في طفره زي كده اكتب لي في التعليقات قول لي ايه هي الطفره اللي طلعت عندك، وهل انت شايف ان نشتغل عليها ونطورها ولا لا. فان شاء الله يا جماعه الزغلول دوت لما يكبر برضه هنتفرج عليه تاني وهنشوف شكله هيبقى ايه لما يكبر، والطفره ديت هتبقى شكلها عامل ازاي في الزغلول ده. وباذن الله مثلا لو طلع عندنا طفره تانية نحاول ان احنا نجوز الاثنين لبعض، او نرد دوت على الاب مثلا او على الام على حسب هو يطلع ذكر ولا انثى، بحيث ان احنا نطور الطفره دي. تمام كده يا جماعه زي ما شفنا مع بعض ده الزغلول الطفره اللي انا فرغته. اول مره في حياتي يا جماعه فعلا يطلع عندي زغلول فيه طفره بالشكل ده. طفره الدبوس ديت مش موجوده في الحمام النفاخ، بس هي طفره ممكن تظهر في اي نوع حمام، يعني ممكن تكون بتربي اي نوع حمام وتظهر عندك طفره غريبه. فالطفره الغريبه ديت ممكن تكون حاجه زي كده، ده دبوس طالع في فرد حمام نفاخ. تمام، انا قلت لكم ان انا شفتها فعلا قبل كده في سوق الجمعه، كان في واحد معاه فرد حمام نفاخ اصفر في سوق الجمعه، وكان برضو في دبوس زي كده، وانا استغربت جدا ان هو في دبوس. تمام كده يا جماعه، فدي الاول مره في حياتي تطلع عندي، وانا اتمنى ان هي يعني تطلع تاني، واتمنى ان هي تثبت فرد حمام يبقى شكله جميل جدا، مش عشان ابيعه ولا عشان ان هو يكون ليه سعر مثلا معين. انا الحاجات ديت بحبها لنفسي، يعني انا بحب لو في حاجه زي كده طلعت يبقى عندي حاجه غريبه وحاجه مميزه. طبعا دي حاله نادره يا جماعه، الحاله ديت لو موجوده في اي دوله اجنبيه او في الدول الخليجيه ممكن فرد حمام زي دوت يتعمل عليه مزاج كبير. تمام، فدي طفره اول مره تطلع في فرد حمام نفاخ عندي، رغم ان انا بقالي سنين بربي حمام نفاخ وفرخت اكتر من 500 600 زغلول نفاخ، بس دي اول مره اشوفها في فرد حمام. وطبعا فرد الحمام ده نفاخ ريتش ولون مميز جدا، يعني من اغلى الوان الحمام النفاخ هو اللون الريتش، والفرد ده ما شاء الله زغلول لسه والوانه مميزه جدا، يعني درجات اللون اللي فيه وتعدد الالوان اللي فيه يقول ان هو هيطلع فرد حمام ما شاء الله من الالوان الجامده. تمام كده، بس هي ايه الطفره اللي فيه دي هتحليه اكتر. تمام كده يا جماعه، فقول لي ايه رايك في الفيديو، ايه رايك في الزغلول دوت وفي الطفره ديت، وهل انت شفتها قبل كده في فرد حمام نفاخ ولا لا، وايه الطفرات اللي طلعت عندك قبل كده، وهل تتمنى ان الطفره ديت تثبت في الحمام النفاخ ويبقى فيه نفخات بدبوس ولا لا. تمام كده، فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه واستمتعنا بيه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو، واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. كمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان توصل الفيديو لكل الناس، ولو عندك اي استفسار ومحتاج موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزل لك الفيديو على القناه في اقرب وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي. كن أنت تزداد جمالا.